السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة من الآخر. خلص معكم محمد نور الدين. موعد مباراة شبيبة القبائل أمام نادي شباب بلوزداد اليوم بإذن الله تعالى، اليوم الجمعة 6/5/2022، مباراة في الدوري الجزائري، الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى. المباراة اليوم بإذن الله تعالى ما عدا الساعة 5:45 دقيقة، 6:15 مساء يعني بتوقيت الجزائر وتونس. المباراة ما عدا الساعة 4:45 دقيقة يعني 5:15 مساء بتوقيت المغرب وجرينتش وموريتانيا. المباراة ما عدا الساعة 6:45 دقيقة يعني 7:15 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، والساعة 7:45 دقيقة يعني 8:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا. المباراة ما عدا الساعة 8:45 دقيقة يعني 9:15 مساء بتوقيت الإمارات وعمان. القناة الناقلة للمباراة عندنا القناة الناقلة قناة الجزائرية السادسة بالنسبة يعني في التلفزيون الجزائري، والمعلق غير معروف، والمباراة في الجولة 29 من الدوري الجزائري، وكذلك الملعب هو ملعب 1 نوفمبر 1954 أو تيزي ووز. اشترك في القناة وفعل زر الجرس اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.